بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. فكرة برنامج مع القادة، نحن بنستضيف القادة سواء القادة السابقة نتعلم منهم كيف تدار الأمور، أو القادة الحالية، أو القادة اللي هم حاسين إن شاء الله هم قادة المستقبل. وفكرة البرنامج إن هو يصل صوت الناس إلى المسؤول. لكن خلال الأسبوع الماضي تلقينا كمية كبيرة جدا من تساؤلات الشارع، عشان كده عملنا الحلقة دي مخصوصا تحت عنوان نداء إلى مسؤول. جات لنا كمية كبيرة جدا جدا من التساؤلات من المواطنين من كل المحافظات. أنا هقولها مجملا كده اللي وصل لينا، وهنستعرض أثناء الحلقة، يعني اللي نقدر ناخده أثناء الحلقة. جميعها متفق عليها في كل المحافظات في كل القرى، المشكلة المزمنة. بيتكلم على الصرف الصحي، بيتكلم على الطرق، بيتكلم على الصحة، انتظار المرضى، عدم وجود أشياء بالنسبة للتعليم، حتى ولو كانت مثل بعض السبورات في بعض المدارس الحكومية، عدم وجود مقاعد، تواجد الشباب على القهاوي، الطلبة يعتبر أطفال في القهاوي أثناء اليوم الدراسي صباحا. أمور كتيرة جدا وصلت البرنامج، لكن بصراحة كان أهم حاجة وصل ليا استغاثة فلاح، وهرجع ليها وهقول وهبدأ بيها إن شاء الله اللقاء. لكن عندي برضو التمويل والتساؤلات مشروعة. هو ليه التمويل السكر والزيت بيتباع في التمويل بسعر أعلى من برة؟ اللحوم مع انخفاض سعر اللحوم حي، ارتفاعها أيضا مثل ما هي وتباع في السوق 100 وأكثر من 100 كمان. الشباب والمخدرات، المسابقات، تكافل وكرامة، إيجابيات وسلبيات، المرأة المعيلة، أمور كتيرة جدا وصلت للبرنامج. عشان كده قلت للشباب في الكنترول نفتح اتصالات، نتلقى أي اتصال من أي مكان تكون فيه مشكلة عامة. لكن هبدأ بالمشكلة الأولى اللي أنا فعلا لاحظتها، استغاثة فلاح. أكتر واحد تضرر في عام 2019 هو الفلاح المصري. أنا بتكلم يا جماعة الفلاح البسيط اللي حياته يدوب إن هي ماشية بالكاد، إذا كان عنده تربية مواشي خسر فيها 100%، إذا كان عنده زراعة أو زرع قط خسر فيها 100%. طيب الفلاح ده يعمل إيه؟ هي المشكلة جت منين؟ المشكلة جت إن بعض من يستغل الموقف من رجال الأعمال بدأ إن هو لا يهمه إلا الربح. أصبح الفلاح البسيط عشان عنده ماشية عايز يربيها عشان يكسب فيها ويبيعها، فجأة انخفض سعر الكيلو وهو مبيع صاحي، وصل لـ40 جنيه. ده بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا. في نفس التوقيت سعر العلف زاد، خسر من ناحية تانية. طب الجزار خد اللحمة بسعر رخيص بـ40، يبيعها بـ80، يبيعها بـ85، لا ما زال. طبعا معانا اول اتصال مع معالي الدكتور سيد حسين وكيل وزاره الشباب والرياضه بمحافظه الفيوم. معالي الدكتور السلام عليكم. السلام عليكم دكتور سيد. اخبار معاليك دكتور سيد؟ شرفتني ونورتني باتصال حضرتك، ويمكن اهل الفيوم استبشروا خير بوجود حضرتك بحكم العلاقه الطيبه مع السيد معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف، وأيضا مع السيد محافظ الفيوم اللواء عصام سعد. دكتور سيد، كيف رأيت الشعب الفيومي؟ والله الشعب الفيومي ده شعب كريم وشعب معطاء وشعب مستحق مننا ان احنا فعلا نوفر له كل وسائل الترفيهية والوسائل اللي بالفعل يجب ان احنا نهتم بشبابنا على مستوى الشباب. وانا اعتقد ان معالي السيد الوزير الاستاذ زي ما حضرتك ذكرت، معالي السيد عصام سعد اللي دائما يمكن ما بيسيبش اي ايفنت او اي شيء خاص بالشباب والرياضه الا لما يكون متواجد تمام بنفسه وملتزم بالتواجد، وبالعكس كمان
يعني بالامس كنا قاعدين مع دار السلام، وديت احد الاماكن القرى اللي هي قد تكون ما فيهاش مساحه خاصه بشباب الرياضه، وعلى قرب من اوتا يوسف صديق، وكنا قاعدين معاهم امبارح عشان نحل مشاكلهم ونحاول توفير كمان وسائل الانشطه تبقى موجوده في دار السلام، موجوده في ايضا في منطقه الثالثه والثانيه والعاشره، لان طبعا اوتا ديت بتعتبر بتخدم على 5 قرى حواليها. تمام. فده يؤكد الاهتمام البالغ من معالي السيد المحافظ والسيد الوزير، وبالتالي احنا نزلنا النهارده لجنه على ارض الواقع لاختيار قطعه ارض مع رئيس المدينه الاستاذ علي قائم باعمال رئيس المدينه على ارض الواقع لاختيار قطعه ارض بمساحه قد تصل الى حوالي 3-4 فدان لانشاء بالفعل مركز شباب يبقى النهارده بيخدم بس مش اوتا على 5 كرة، يبقى موجود في دار السلام ان هو يخدم على دار السلام والكرة اللي حواليها او المجاوره ليها اللي تبعد عنها بحوالي متر يعني من كيلو ل 2 كيلو. دكتور سيد، يعني دي بشرة لقرية دار السلام 3 أو 4 فدان لتخصيص مبنى مركز شباب داخل القرية. بالظبط يا فندم، احنا النهارده كنا بلجنة بعد ما كان بالأمس اللقاء مع أهالي دار السلام في مع السيد المحافظ مكتبه، والوقوف على كل مشاكلهم سواء على مستوى التعليم على مستوى الرياضة، وبالتالي النهارده نزلنا لجنة من الشؤون القانونية ومن الإدارة ومن المديرية ومن الهيئة الهندسية مع الاهالي مع رئيس المدينه على اساس ان احنا النهارده يتعمل تخطيط بالفعل، وبالتالي تم توجيه السيد الوزير بمجرد ما انتهاء من التخطيط على طول على الفور اتحط من ضمن الخطه الاستثماريه بانشاء مركز شباب بيضم ملاعب ويضم صالات ويضم النهارده سيادتك قاعات، خاصه احنا النهارده في اتجاه طبعا زي ما انت سيادتك تعلم والساده المشاهدين احنا عملنا مدينه رياضيه بنظام حق نظام البي او تي باستثمار واستغلال الاراضي الغير مستغله، وعملنا مدينه رياضيه بالفعل. احنا لما اتكلمنا قلنا نقل النهارده الفيوم من الممارسه الى المنافسه ما كانش مجرد كلام، لا بالعكس واقع، وبالتالي احنا عملنا المدينه بتتمثل في شاليهات، بتتمثل في حمامات سباحه، بتتمثل في قاعات، بتتمثل في اشياء عده للترفيهيه بالنسبه كملاعب بالنسبه كصالات خاصة للمناسبات أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وكل المحاور اللي النهاردة من الوزارة والأستاذ رئيس الدولة بيهتم اهتمام بالغ بشبابنا وبموهبنا وبالناس الواعدين، وبالتالي كان لابد إن احنا نوفر الكلام ده كله، فعملناه في خلال 5 شهور وكانت تكلفتها تعدت 18 مليون، أبهرت الناس كلها، بل بالعكس كمان قالوا بنفس الإعلام وعلى مستوى الدنيا كلها ان الحمد لله الفيوم استطاعت ان هي تفوز بماراثون الاستثمار وتطلع الاول على مستوى الجمهوريه. ده يدل ان شعب الفيوم شعب واعي، شعب متحضر. مش كده وبس سيادتك، احنا امبارح من حوالي 3-4 ايام كان عندنا الجمعيه العموميه لنادي المقاصه، ويمكن انا بحاول بس يعني من خلال يعني سيادتك كده نقول يعني يمكن موضوع مهم جدا او غايه. اتفضل. او نقدر نقول سبق الصحف زي ما بيقولوا. اتفضل. الحمد لله ان شاء الله لاول مره هيتم باذن الله انشاء نادي رياضي اجتماعي على مستوى عالي جدا لنادي المقاصه داخل الفيوم. تمام. اعضاء من اهالي الفيوم حتى يحس الكثير من اهالي الفيوم ان هناك انديه بالفعل زي نادي ارون ونادي المحافظه، ولكن نادي المقاصه بشعبيته وبكرويته وبامتيازاته على مستوى يعتبر القاره السمراء او على مستوى الجمهوريه، اعتقد دوك هيبقى بس يعتبر جديد من انشاءات متعدده بتتمثل في مجمعات سباحه، بتتمثل في مجمعات صلاه، بتتمثل في سكواش، بتتمثل في انشاء استاد اخر غير استاد الفيوم الرئيسي، هيبقى استاد يسع فوق ال 15,000 متفرج، وده ان شاء الله باذن الله يكون في المدينه الرياضيه باذن الله. معالي الدكتور، خليني اقول بس لشعب الفيوم يا ريت نستغل وجود الدكتور سيد حسين لعلاقته القويه بمعالي الوزير وبالسيد المحافظ، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن شعب الفيوم بتوجه ليك بالشكر. لكن دكتور برضو شباب سنورس بعت لنا رسالة بيقولوا احنا ان شاء الله هنصعد للكاس، ما هو دعم وزارة الشباب والرياضة لمركز شباب سنورس بمحافظة الفيوم؟ والله احنا كان بالفعل من حوالي 2-3 كده كان شرفنا ناس محترمة من السادة الإعلاميين، وكان بالفعل هناك بعض المهتمين بسنورس واحنا دعمناهم ماديا، وبل بالعكس احنا داعمين لسنورس
مش ماديا بس، ماديا وامكانيات حتى، لدرجه ان احنا يمكن كل يوم التاني موجودين في مكه شباب تونس اللي هي تعتبر المركز الرئيسي، واللي ولادنا النهارده هيشرفونا في الكوره، والنهارده باذن الله نسعد بيهم في تمثيل يعتبر تنورس في الممتاز. فده يحتاج مننا ان احنا نهتم اولا رقم واحد بالناشئ بتاعنا، سواء اللي هم الواعدين، سواء بالنسبه لنا الناشئين، سواء بالنسبه لنا كمدارس كوره. وبالتالي النهارده يمكن محطوطين هم من ضمن التكريم او من ضمن الدعم كمان من النادي المقاصه ليهم، سواء على المستوى المادي او المستوى حتى كمان الملابس بتاعتهم الرياضيه. وده كان تكليف مننا احنا كمديريه شباب ورياضه للسيد المحترم اللي هو محمد عبد السلام. ده غير كده كمان ان الوزاره باذن الله بعد دعم كامل خلال ان شاء الله باذن الله يعني 48 ساعه ان شاء الله يتم ارسال الدعم لهم الماديه، بس مش هقول لك طبعا المبلغ كام. الحاجه الثانيه احنا الدعم مش بس اللي كان هو مش شرط مبلغ كام يا معالي الدكتور، شرط ان التقدير نفسه بحد ذاته بيرفع الروح المعنويه عند اللاعبين وعند اهل القريه جميعا والمركز. ولازم نهتم بعيالنا، لان اولادنا دول النهارده اللي بيمارسوا الرياضه، لابد ان احنا خلي بالك ده اهتمام مش شباب رياضه بالفيوم، ده اهتمام النهارده الرياضة على مستوى الجمهوريه، على مستوى رئيس الجمهوريه بيهتم بالناشئين، على مستوى السيد وزير الشباب اللي مدي توجيه الدكتور اشرف صبحي باهتمام بالغ الاهميه للشباب والرياضه على مستوى المراكز. لما عندنا النهارده مع احترامي ليك مراكز النهارده بتمثلنا تمثيل مشرف، لابد ان احنا نهتم اهتمام كبير بيهم جدا. وانا ان شاء الله باذن الله يعني بمشيئة الرحمن هبقى متواجد معاهم ان شاء الله خلال هذا الاسبوع للوقوف على بعض الاحتياجات بتاعتهم، سواء من كره القدم او بالنسبه للابسطه او بالنسبه للتجهيزات او بالنسبه حتى للجيم يتمرنوا فيه ولادنا حتى بتوع الكوره، لان دول محتاجين لياقه بدنيه، محتاجين فتنس، محتاجين النهارده حتى يبقى في ايام ترفيه ليهم في حمامات السباحه اللي مش متوفره في تونس. وان شاء الله باذن الله هننشئ مدينه متكامله في تونس خلال الايام القادمه ديت على احد المراكز اللي احنا النهارده بنحاول بقدر الامكان نستكشفها، خاصه ان مركز شباب سنورس انت سيادتك تعلم ان مركز شباب سنورس له قطعتين. تمام. يعني في مركز سنورس وفي الساحه والساحه كمان بتاعته. تمام. التابعه ليه. تمام. ويمكن كمان كنا بنفكر ان احنا النهارده الفرق ديت تتنقل هناك على الساحه ويبقى تدريباتها هناك، ونستغل الملاعب الثانيه ديت بموجود بقى لفرق لتدريب الولاد بولادنا على مستوى المرحله السنيه الصغيره، عشان دول هم دول يعتبروا المدد للفرق الكبيره، ودوك هيعمل دخل وهيعمل دمج للعيبه بتاعتنا وللمركز، مش بس هتبقى وقوف على دعم الدوله، احنا دورنا ان احنا كمان نعمل موارد. تمام. موارد ونعمل شكل جميل لاولادنا، لان النهارده مش مختصر ان انا كمركز شباب اشتري لعيب، انا دوري ان انا اصنع لعيب من اولاد المركز، من اولاد المركز بتاع سنورس ومن منطقه سنورس ومن النهارده الاداره بتاعت سنورس اللي النهارده عدد سكانها ما شاء الله، احنا عندنا حوالي بالظبط 17 مركز شباب في سنورس. تمام. ليه النهارده ما بقوش النهارده 20 مركز شباب؟ معالي الدكتور اهل معالي الدكتور اهل دار السلام بعتلي لحضرتك تحيه وسلام وبيشكروك على هذا المجهود. الدكتور سيد حزين وكيل وزاره الشباب والرياضه بمحافظه الفيوم، شكرا لحضرتك. انا ببارك لسياده اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقصه، ببارك لاخي وحبيبي الكابتن وليد هويدي، ببارك للكابتن اخويا الصغير واتشرف بيه دايما الكابتن محي سمير لانشاء نادي خاص بنادي المقصه، وان شاء الله سنورس هيزاحم المقصه في كاس مصر وفي الدوري ان شاء الله. دكتور سيد ان شاء الله قريبا يصعد مركز شباب سنورس ونحضر في الاستاد في وجود السيد المحافظ. لكن برضو من ضمن الناس اللي عايز اشكرها، بشكر الاستاذ محمد تمام رغم ان هو مخرج مسرحي بعيد عن الكوره الا انه داعم لمركزه ومركز سنورس ومحافظه الفيوم كلها. بشكر رجل الاعمال الاستاذ محمد دله لتبرعه ب 2000 جنيه لمركز شباب سنورس. بقول للنواب سنورس انتوا فين؟ بقول لرجال اعمال مش سنورس بس، رجال اعمال الفيوم انتوا فين؟ شباب سنورس يتشرف ويشرفكم، فلابد من التكاتف ووجود خلف مركز شباب سنورس. ودي كانت احدى المشاكل اللي وصل البرنامج مع القاده، وان شاء الله عن طريق الدكتور سيد حسين سيحل هذا الامر ان شاء الله. ارجع مره ثانيه للمشكله الرئيسيه عندي في برنامج اليوم، نداء الى مسؤول الفلاح المصري. الفلاح يروح فين؟ اذا كان بيجي عندنا قطن مدعم، الدول اللي بتصدر لنا قطن عامله تدعيم للفلاح تبعها في الطن 1000 جنيه. يفترض انا كدوله عشان استورد اقارن السعر الدوله دعمها ب 1000 جنيه عشان ما اضربش الفلاح تبعي وما انهيش على الزراعه المصريه. فدي بالنسبه للزراعه. بالنسبه للحوم في مشكله خطيره جدا جدا، واتمنى الساده المسؤولين يسمعوني بقى بصدر رحب.
معانا الاستاذ عصام الدوح رئيس الوحده المحليه بقريه الهانه محافظه الفيوم، والحاصل على جائزه التميز الحكومي من السيد معالي رئيس الوزراء امس، وافضل قريه على مستوى محافظه الفيوم في مسابقه وزاره التنميه المحليه. استاذ عصام سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا فندم. اسعدتني وشرفتني باتصال حضرتك. الله يخليك يا فندم. تسلم يا دكتور. الله يبارك يا فندم. استاذ عصام، بس عايز اخد فكره بس عن جائزه التميز الحكومي. يا فندم، دي جائزه بالتعاون وزاره التخطيط بالتعاون مع دوله الامارات الشقيقه. تمام. وديت مطروحه بقالها حوالي اكتر من سنه ونص، وترشحنا وتمثلنا محافظه الفيوم كافضل وحده محليه بعد فوز الوحده المحليه بالهنا بافضل وحده محليه نموذجيه على مستوى محافظه الفيوم في مسابقه وزاره التنميه المحليه. الفيوم رشحتنا نمثلها في هذه الجائزه، والحمد لله اشتغلنا عليها وبذلنا مجهود احنا وفريق العمل. وطبعا الهدف من الجائزه مش ان انت تحصل على الجائزه بس، لا، انك تشتغل عليها، وده كان هدفنا برضو ان احنا نشتغل عليها ونطور من نفسنا ونطور من الاداء ونكون متميزين في كل شيء، بدايه من الخدمات، من بدايه من خدمه الجمهور للخدمات العامه وجميع ما يمثل الوحدات المحليه. استاذ عصام، يعني انا عايز بس اشوف الفرق بين حضرتك، يعني ما شاء الله، يعني والله ليست مجاملة لحضرتك لشخصك، لكن سؤال من أكتر من حد. الأستاذ عصام الدوح يدير القرية أجمل ما يكون، ما فيش شكاوي، كل يوم في إنجاز، متواجد في الشارع. لماذا لا يتم تصعيد الأستاذ عصام الدوح إن هو يكون نائب على الأقل، مش رئيس مركز كمان، وأنت تستحق هذا المركز؟ هل ترشيح بيتم من داخل المركز أم بيجي تكليف من المحافظ؟ لا سعادتك، الحاجات دي طبعا اولا واخيرا هي بيد ربنا، لكن المفروض بيبقى في عوامل، هو في الاختيار بيكون في ايد السيد المحافظ، ونتمنى ان يبص لنا بعين العطف ويشوف الناس المتميزه والشباب اللي زينا ويساعدهم. والحمد لله احنا مش انا بس، انا كان معايا فريق عمل كان بيساعدني، وكلهم ناس اكفاء وناس ممتازين، واتمنى اشوفهم في احسن مني كمان. استاذ عصام والله ليست مجامله لك، انا شكرا لك على اتصالك والف مبروك، وان شاء الله منها الاعلى باذن الله. شكرا استاذ عصام الدوح. محافظه الفيوم فيها كوادر، بس الغريب ليه ما بياخدوش فرصتهم؟ عندنا الاستاذ العمده كمال سلومه رئيس مركز يستحق منصب اكتر من كده. باشمهندس محمود في مركز سنورس الكل يشهد له بالكفاءه. الأستاذ عصام الدوح قرية الهانة ما شاء الله عامل شغل ولا أروع. سيد معالي المحافظ دكتور عصام سعد، لماذا لا ينظر إلى هؤلاء الكوادر أهل مكة أدرى بشعابها؟ اللي يجي مسؤول من بره على عيننا وراسنا، بس يفترض أنت بتجيب لي واحد أكفأ من أبناء المحافظة، إنما يكون في أبناء المحافظة هو الأكفأ، يبقى لازم ياخد فرصته. ببارك طبعا الأستاذ عصام الدوح. أرجع مرة تانية، أسعار اللحوم في فجوة كبيرة جدا جدا، ولازم المسؤولين يسمعوا لي. وزي ما قلت أنا ما بصدرش مشاكل يا جماعة، أنا بحط إيدي على الجرح. يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا اللي ضحكني وضحك الناس عليا. في مشكلة يراها كل ذو عقل وكل إنسان ينظر. يا جماعة أنا مش عايز إعلام يطلع يقول لك هو كده هو كده هو كده، يعني هو كده؟ لازم تسمعني، لازم تناقشني. في مشكلة كبيرة جدا في مصر حاليا، إن لم ينظر إليها من الآن الجهاز الحكومي عندي هيتضرب بالكامل. وكمان مش الجهاز الحكومي بس، كبشر الثروة الحيوانية هتتضرب في الفيوم بالكامل. إزاي يتم الموضوع ده؟ أنت لما تمنع التعيينات ومفيش شاب بتدخل الوزارات دلوقتي حاليا، طب اللي بيطلع معاش، طب اللي بيتوفاه الله، هاجي فجأة كده ألاقي الجهاز الحكومي عندي فاضي. لما أجي أعين شباب ما عندهمش أي خبرة، طب إزاي يديروا البلد؟ مشكلة خطيرة جدا. المشكلة الثانية الموازية ليها اللي بيحصل عندنا في ضرب أسعار اللحوم، أصبح كل فلاح عايز يتخلص من اللي عنده، بيبيع اللي عنده ومش بيشتري تاني. طيب شوية شوية بيقل المعروض عندي، هاجي فجأة كده تدور على لحوم في مصر مش هتلاقي. هيوصل سعر اللحمة يعدي 300-400 جنيه. طب أنا أحل من دلوقتي حاليا؟ لازم التنظيم، لازم الدولة تنظر إلى هذا الملف
الخطير جدا جدا هو مين اللي بيربح حاليا؟ كبار الجزارين بيشتري ب 40 42 بيبيع ب 100 و110. فين الرقابه؟ فين السوق؟ فين التسعيره؟ طب ما في المقابل واحد بيبيع ب 85. اذا لابد الدوله تنظر الى ملف تعيين شباب في جهاز الحكومي ضروري. الشيء الثاني ما يحدث الان في اللحوم عندنا في مصر مشكله خطيره خطيره، ان لم ننتبه لها ونحلها من الان هتكون خطيره، ويصل اللحمه عندنا ل 300 جنيه. واعتقد ان بعض رجال الاعمال اللي هم دايما يصطادوا في الميه العكره، يا جماعه اي دوله رجال الاعمال بتوعها بيدفعوا للدوله عشان يسندوها، الا عندنا في مصر رجال الاعمال عايزين يقطعوها تورته وعايزين ياكلوها، واصبح حتى في الفاتوره اللي بتدفع الان الفقراء هم اللي بيدفعوها، الاغنياء ما زالوا يحافظون على حظوظهم، واللي يقرب منهم عندهم آلة إعلامية شديدة، ولما حد يتكلم هو كده هو كده. أصبح الأمر عندنا يا إما مطبل ما بيستخدمش أي عقل، وهو ده اللي بيوقع الدولة. أصبحت الناس ما عندها ثقة ببعض الإعلاميين، ما عندها ثقة ببعض القنوات، ما عندها ثقة في بعض من يتلقوا منهم معلومات، والله حتى لو يقوم معلومة صادقة ومعلومة حقيقية الناس ما بتقبلهاش. طب وعندي التاني اللي هو بيكره مصر، اعلامي طالع فاش يشغله، شغال تحت ستار ايا كان الستار وايا كان الكيان داخل مصر او خارج مصر او هربان خارج مصر، وعمال يوقع في مصر مش شايف حاجه حلوه خالص. واحد اقصى اليمين واحد اقصى اليسار، في بينهم فريق معتدل لازم يخرج على الناس ويناقش الناس ويسمع من الناس ويسمع شكاوي الناس. انا مش بصدر مشاكل اليوم يا جماعه، انا بحط ايد الدوله على جرح ربما المسؤولين بيوصل عنده تمام يا فندم، الدنيا زي الفل وحياه ورديه والشعب مبسوط ومحدش بيتكلم. لا يا جماعه ليست هذه الحقيقه. عندنا مشاكل؟ في مشاكل وفي انجازات. البلد بتتقدم؟ البلد بتتقدم، في حاجات جميله، في طرق، في خطه طويله الاجل في المشروعات، شيء جميل شيء روعه، عندي جيش قوي، عندي امن، عندي امان. باقي بقى لبنه اكمل البناء اللي هم الضعفاء اللي هم المساكين اللي هم عامه الشعب اللي هم 90% من الشعب المصري. انا لما اخد منهم ضرائب واقلبهم كلهم على بعض هيطلعوا لي كام مليون؟ ده واحد بس من رجال الاعمال يشيل الليله كلها. اقول لك على حاجه، عايز تعرف المأساة بجد؟ الشكوى الثانيه عندي تكافل وكرامه. تكافل وكرامه، انا عايز اي مسؤول عشوائي كده يطلب السيد الرئيس، رئيس الوزراء، مسؤول كبير في الدوله، الرقابه الاداريه، تنشن على اي قريه في اي مركز، قول له اديني بس تكافل وكرامه، ويتم تكليف لجنة تفحص الملف ده. والله تلاقي أصحاب أطيان، أصحاب عمارات، أصحاب مراكز كبيرة، أغنياء أبا عن جد، واسمه موجود في تكافل وكرامة عشان ياخد 400 جنيه. طب إيه اللي بيحصل؟ إزاي أعالج؟ بعد ما أرجع لحضراتكم من هذا الفاصل، مشاهدينا الكرام فاصل ثم أعود مرة ثانية. مشاهدينا الكرام أهلاً ومرحباً بكم مرة ثانية بعد الفاصل. يمكن معلش الكنترول بيبلغني الاتصالات كتيرة، فهنحاول ناخد كام اتصال كده عشان برضو أول اتصال الأستاذ محمد من سوهاج. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ رمضان؟ أهلا بحضرتك. أنا أستغل المناسبة وأن الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، وأن الرئيس الزعيم القائد عبد الفتاح السيسي ويشيل الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. وانت بصحة وسلامة يا محمد، اتفضل حضرتك. احنا سواج محمد حمادي معاك من سواج تمن حسان ده. تمام. اهلا بيك. احنا عندنا في صيما مستشفى صيما المركزي بتخدم 36 قرية. 36 قرية. 36 قرية، مركز صيما. خمس وحدات محلية يا فندم. تمام. بتخدم المراكز اللي حواليها، مركز ستة والمركز الثانية. تمام. فجأة يعني طلعوا قالوا المستشفى عايز يعني احلال تجديد تتهد، رغم انه هي كانت المستشفى كانت يعني قواعد متينه وكان تفصيل يعني كويس، واخد لك ورقه مهندسيه من ايام الرئيس عبد الناصر. تمام. المهم ازلوها وبعد كده توقف الشغل ورجعوا تاني اشتغلوا، وبعد كده توقف رجع اشتغل. اللي تعتبر هي ملجا للناس الفقراء، الاستقبال تروح لا تلقى فيه دكاتره ولا تلاقي فيه علاج ولا تلاقي فيه اهتمام ولا اعتنى. استاذ محمد، يعني استاذ محمد معلش واحد معايا، معلش واحده واحده، يعني المستشفى تم هدمها؟ المستشفى تم هدمها
واعطوها خدتها الهيئه الهندسيه وبعد كده خدتها مقاول، والمقاول واخد بالك عمل شويه وبعد كده رجعت وين يعني العمل العمل متوقف حاليا بالمستشفى كبناء. العمل يعني واخد بالك شبه واخد بالك متوقف. تمام. النقطه الثانيه سيادتك، الطريق بتاع احمد عراب اللي في مركز سيناء عملوه عشان يترصف برضه لم يتم. تمام تمام. تيجي لحاجه ثانيه، قريه زي قريه الحسام ده سيادتك تمام، الصرف الصحي عملوه ما اشتغلش. الحاجه اللي هي اهم من ده كله اللي هي نقطه المايه اللي هي تعتبر عصب الحياه، المايه ملوثه عندنا سببت فشل كلوي مع الشباب ومع الكل، الا ان الجمعيه الشرعيه جابت فلاتر اللي هي متوزعه في القرى بتخدم القرى في حدود، وساعات الفلاتر ده هي او المحلل المياه او يسموه يعني واخد بالك التحليه بيبقى عند واحد بيتحكم برضه فيه. برضك دي من ضمن النقاط اللي هي قالوا. بس استاذ محمد ما حدش توجه للسيد ما حدش راح للسيد المحافظ النواب، ما حدش اشتكينا النواب عارفين انه الناس بتشرب مياه وحشه وانه ما فيش غير واخد بالك وحده التحليل عملها الجمعيه الشرعيه في الحسن ده من قبلي، وعامله واحده في القويه وحدات الصغيره دي اللي هي بتطلع لها مثلا 1000 لتر وبتملى الناس جراكن زي رجعنا للقرون الوسطى. سيادتك الحاجه الثانيه اللي اخطر من دي خالص سيادتك التعليم مدرسه محمود النار الحسن ده تعتبر مدرسه يعني نموذج مدرسه فاشله، واخد بالك سيادتك لا فيه حضور ولا فيه انضباط ولا فيه حضور دخل يعني الفصول، وفي نفس الوقت هي واخد بالك المدرسين ناقص ويحاولوا يدخلوا الاطفال يدخلوا حصص الالعاب. بعد كده سيادتك الحاجه الثانيه انه ما واخد بالك ما فيش حد بيهتم ولا يعتني باي شيء خالص نهائي، لان هي مرحله تعليميه واخد بالك يعني غير منضبط او غير يعني موجه او غير متابعه من الاداره التعليميه في صنعاء. استاذ محمد حماد من سوهاج شكر لحضرتك، انت لخصت مشاكل القريه المصريه في كل مكان. تكلمت وانا بتساءل برضو المسؤولين، أنا ليه أعمل عدة مشروعات في توقيت واحد ويتوقفوا؟ طب ما أمسك مشروع وأخلصه. يعني مستشفى اتهدد عشان أبنيها، بنيت شوية وما كملتش. طريق حاولت إن أنا أجدده، اشتغلت فيه شوية وما كملتش. طب عندي الصرف الصحي تم إنفاق مبلغ كبير عليه وما اشتغلش. يا جماعة أبو بالين كذاب وأبو ثلاثة منافق. الإدارة هنا تحكم، عايزين إدارة ورقابة، رقابة وإدارة. لأي مشروع على مستوى جمهورية مصر العربية لابد المتابعة ولابد يكون عندي أولويات. أنا برضو جات لي شكاوى من الإخوة الفلاحين بيقول لك اللي سرق الأرض هو اللي سرق المية، محرومين من مياه الشرب ومحرومين من مياه الري. فما بقول لي يا جماعة وهتفكروا أن المشكلة مشكلة سد النهضة، لا المشكلة أن بعض الحيتان أكبر من الدولة في كل المحافظات في كل المراكز، سرق أرض الدولة الصحراوية وبعلاقاته وان هو اقوى من القانون قدر ياخد ميه مياه شرب عشان يسقي بها الزرع، والناس المساكين البسطاء لا عارف يشرب ميه شرب ولا عارف يسقي زرع. معانا الاستاذ سناء من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا استاذ سناء. كل سنه وانتم طيبين ومناسبه مولد النبي الكريم. وانت بصحه وسلامه. بقول لحضرتك لو سمحت يا فندم، هو كلام حضرتك مظبوط ويا ريت فعلا المسؤولين يهتموا وينزلوا الدوائر بتاعتهم فعلا ويعملوا تفتيش، عشان والله الدنيا خربانه والناس بتزهق، الناس مش عارفه ان الناس الكبيره دي فعلا مالهاش ذنب. طب حددي لي بس المكان اللي تتكلم عنه والمشكله عشان اعرف يا فندم. حضرتك يا فندم انا بطاقتي الاقامه بتاعتي كانت على القاهره فروحت الجيزه. تمام. بقالي حضرتك سنه ونص او سبع او سبع سنه وسبع اشهر دايخه عايزه اغير الاقامه مش عارفه. تمام. يقول لي روحي هاتي الصحه والتنفيذ من المحكمه، وده عقد ايجار حضرتك كمان مش تمليك. تمام. ولازم بقى حضرتك، طب انا معيش 1000 ونص المحامي، رحت للمحامي بقى لي سنه ونص بدري يقول لي عايز 1000 و1000 ونص، معيش انا المحامي 1000 ونص. يعني المشكله انا واحده عندي 63 سنه ومريضه وعندي عمود فقري وتعبانه وحالتي بالبله. ربنا يديك الصحه يا رب ويشفيك ويعافيك. ومضطره ان انا ادي حضرتك من العباسيه لسجلين مجلس العباسيه او هنا حد يعمل لي حضرتك تغيير الاقامه عشان اعرف اقضي مصلحتي في نفس المكان الجيزه اللي انا فيه مش عارفه. رحت اقدم على تليفون برضه ارضي بقى لي 7 اشهر مقدم عليه، كل ما اروح بعد اسبوع الاسبوع اللي بعده من 7 اشهر.
حاجه سناء يعني مشكلتك بس في نقل الاقامه بس من القاهره للجيزه. نقل الاقامه حضرتك ومش عارفه اعمل تليفون ارضي البيت بقى 7 شهور. اوعدك هتوصل ماما اوعدك هتوصل معاكي بعد الهوا وان شاء الله برنامج مع القاده هيخلص لك الوضع ده ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمكن زي ما بنقول مياه الشرب في بعض الناس بقوتها وجبروتها وعدم احترامها لنفسها اولا ولا للقانون ولا للدوله بتاخد ميه الشرب وتسقيها الزرع في التوقيت اللي فيه ناس. طبعا في اسماء عشان لو اي مسؤول عايز دليل يا جماعه احنا معاه، احنا بتصدقوني بجد انا مع اي مسؤول ومع البلد وعايز مصر دي ام الدنيا وقد الدنيا وافضل بلد على مستوى العالم. واي حد يفهمنا غير كده يراجع نفسه، ده هو يا مريض يا ماجور يا اما مش فاهم. فاحنا بنقول احنا مع الدوله وبنحط ايدنا على مشاكل معينه يا جماعه كده. دايما كده لما اكون في اداره اتلقى شكاوى عشان ايه يا جماعه؟ اعرف الدنيا ماشيه ازاي. زي ما قلت انا عايز بس جهه سياديه تطلب ملف تكافل وكرامه من اي قريه عشوائي كده من اي محافظه، ويعمل بقى تحري على الاسماء مين اللي بتاخد، يلاقي زيد وعبيد وفلان وفلان بشوات البلد موجودين. طب الحاجه فلانه والحاج فلان البسطاء الضعفاء اللي ما عندهمش حاجه خالص، لا اسمهم مش في تكافل وكرامه. ليه؟ رجع لاهوائنا وما زال عندنا يستباح عندنا في مصر مال الدوله. معانا الاستاذ محمود من القاهره. السلام عليكم يا استاذ محمود. اهلا بمعاليك. استاذ محمود، يمكن برضه من الشكاوى اللي جايه البرنامج مع القاده عدم ظهور نتائج المسابقات من 2014 حتى تاريخه، كيف ترى هذا الملف؟ تمام يا فندم. وانا هتكلم عن المشكله الخاصه بينا كاتب رابع في النيابه الاداريه. تمام. احنا دلوقتي كنا مقدمين والنتيجه ظهرت بالفعل، والمفروض ان احنا تعيننا لسبب ما تم سحب قرار تعييننا، ما نعرفش ايه السبب. تمام. رحنا المحكمه ومشينا قانوني زي ما الكتاب ما بيقول بالظبط. تمام. خدنا حكم في شهر 4 بالغاء القرار السلبي رقم 302 والمفروض نرجع شغلنا. تمام. قرار محكمة. نروح بقى بعد قرار محكمة. حكم محكمة بتعيننا. تمام. بعد كده رحنا عشان نتعين ونديهم الحكم بتاعنا، ولا حياة لمن تنادي، ولا لاقيين حد يرد علينا، ولا حد يكلمنا، ولا حد يقول لنا أي حاجة. طب أنت ممكن ترفع الجنح على رئيس المصلحة اللي أنت كنت تتعين فيها. يا فندم إحنا مش عايزين، إحنا مش بنشكل حد. احنا مش عايزين نعمل رفع جنح على حد، هم رؤسائنا وعلى دماغنا، هم على رؤسائنا وعلى راسنا. لا. احنا عايزين نتعين. استاذ محمود، اسمعني بس لحظه يا استاذ محمود معلش. ده لا. قانون وده حقك لما تاخد حكم محكمه. انا لو خدت حكم محكمه انا عايز انفذه. ده احدى درجات التقاضي. انت لما بتعمل كده انت بتحترم الدوله وبتحترم القانون، ولما تعمل كده افضل ما واحد يبقى متضايق او يكتب كلمه على الفيس او يقول لك مصر عملت. لا انا عايز اسلك ماسك القانون. والله برضو كلام حضرتك ما بتقول كده. احنا ما يعني احنا بلدنا على راسنا، احنا ولا قطعنا طريق ولا حد سمع صوتنا لمده 4 سنين بحالهم. بس هو العمر فيه كام 4 سنين عشان نستنى تاني؟ احنا عملنا كل اللي علينا. احنا بلدنا لو هناكل من الزباله احنا بلدنا على راسنا، عشان محدش ياخد كلامنا انه حاجه. بس احنا مشينا قانوني للاخر، نعمل ايه تاني؟ استاذ محمود، اولا انا بشكرك. انا واحد مش عارف اصرف على عيالي، انا مش عارف اصرف خلاص على عيالي، ومشيت قانوني ودفعت اللي حلفي في المحاكم، هعمل ايه المفروض تاني؟ طيب. يعني حرام حرام والله حرام، يحطونا اكننا اولادهم. يعني هو لو قال ابنه مش هيرضى يعني يحصل فيه كده. ابنه لما اروح اسال على حكم يقول لي تعالى بعد 4 شهور اسال، اقول لابني ايه؟ يعني اجيب لك اكل بعد 4 شهور؟ اعمل ايه بعد كده يعني؟ انا اعمل ايه بعد كده؟ استاذ محمود انا شاكر ليك على اتصالك، مقدر انفعالك. بس بقول شبابنا مصر محدش فيها ياكل من الزباله. اذا يوم من الايام لقيت رجل يسال اعرف ان هناك غني بخيل. معانا الاستاذ اسماء من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذ اسماء. عايزه اعمل استغاثه للرئيس السيسي. استغاثه لربنا الاول ثم نداء للسيد الرئيس. اتفضلي. في عندنا جريمة جثة حصلت في المنيا جنب الأمن المركزي والمطار، مطار المنيا وجامعة المنيا، ضرب نار لمدة ربع ساعة في وفاة أخويا. إمتى الكلام ده؟ يوم 16/9. 16/9 ماشي. اتفضلي. ومحدش اتحرك من مسؤولين الشرطة، وضرب النار فضل ربع ساعة
كل ديت ما حدش اتحرك، ولغايه الوقت المحضر ما اتقفلش. طيب اللي مات ده قرب لك ايه؟ اخويا. اخوك اللي مات اسمه ايه؟ علي حسن عبد التواب، علي حسن عبد التواب. طيب البقاء لله، وشكر للاستاذ اسماء. نداء للسيد محافظ المنيا، نداء للسيد اللواء مدير امن محافظه المنيا، نداء للسيد وزير الداخليه، لم يكون عندنا قضيه قتل من 16/9 ولم يغلق ملف القضيه، اذا هناك يد خفيه. انا ما اعرفش الاسباب، بس الملف لازم يقفل، القضيه لازم تتمم ورقها، والا هناك امر اخر. طبعا استاذ اسماء انا مقدر موقفك، واتمنى ان حد من الكنترول يتواصل مع الاستاذ اسماء، وان شاء الله يكون في تواصل مع السيد مدير امن محافظه المنيا. مشاهدينا الكرام، بنتكلم من كتر الاتصالات، بنخرج على الموضوع ونرجع تاني. عايز جهه سياديه تطلب ملف تكافل وكرامه وتشوف الاسماء اللي بتاخد واللي ما بتاخدش، هيلاقي اللي بياخدوا اغنياء واللي ما بياخدوش فقراء. عندي المراه المعيله، انا مش عايز اقول اصبحت المراه المهينه، تهان عندنا في مصر المراه عشان تاخد حقها. لو بطاقه التمويل ضاعت منها بتدوخ 7 دوخات وتروح اماكن وتتعامل معامله غير لائقه. حتى لما تروح تستلم راتبها، شيء جميل اللي الدوله تعمل لها راتب، احترام للانسانيه والادميه البشر اللي هم ربونا، ابائنا وامهاتنا اللي تجاوزوا 60 سنة. ربنا يرحم من كان ميتا. معانا مين؟ معانا الاستاذ يوسف من القاهره. السلام عليكم يا استاذ يوسف. السلام يا باشا، ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ يوسف. ازيك يا استاذ رمضان؟ استاذ يوسف بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. ماشي يا باشا، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضل. والله احنا شاكرين حضرتك على البرنامج الكويس ده، لان انت احنا هنسميه البرنامج الجريء صراحه، اللي بيفتح للناس كلام اي حد عنده مشكله بيقولها لحضرتك. الله يعزك حبيبي. والله انت حضرتك راجل محترم، واحنا بنشكر حضرتك مره ثانيه. تسلم حبيبي. انا طبعا عندي حبيبه بنتي ومحمد وهي عايزين، كانوا عاملين صندوق كده لما سمعوا ان الناس بتساهم في مصر وكده، والشفت الرئيس شغال شغل كويس الحمد لله. حبيبه ومحمد، حبيبه ومحمد وآية. وآية سنهم كام؟ سنهم كام؟ حبيبه في اولى اعدادي، وحبيبه في اولى اعدادي آية، وحبيبه في سنه 5، ومحمد في سنه ثانيه. فحبيبه عامله صندوق تحيا مصر يا اخواتها، ما شاء الله، وبيرموا فيه كل يوم كده اليوم المسروق، بيوفروا جنيه او 2 جنيه وبيرموا. فهي بتقول انا عايز اروح للاستاذ رمضان لما شافت حضرتك، وشاف لك حضرتك يعني انسان محترم وطيب وكده، قالت انا عايز اروح اودي الصندوق في البرنامج. ان شاء الله الحد القادم تابع معايا، يكون معايا حبيبه ومحمد وآية. انا اتشرف بيك، انا اولا ما اعرفش الاستاذ يوسف، اول مره اتشرف بحضرتك. الله يخليك يا وهيكون بمناسبه هيبقى معانا حلقه عن المولد النبوي، ونقول هو الدين بتاعنا، هي تحيا مصر، هي ام الدنيا، هم دول شباب مصر، هم دول اللي بياخدوا من مصروفهم اليومي علشان يبنوا مصر. في نفس التوقيت رجال الاعمال بينهبوا مصر عشان يعيشوا هم. اتفضل يا استاذ محمد يوسف. شكرا استاذ يوسف، ان شاء الله اتواصل معاك بعد البرنامج. شوف النماذج يا جماعه، انا عايز اي راجل اعمال يخلي عنده وش شويه يفكر. اما يكون طفله 5 ابتدائي او 2 ابتدائي او حتى اولى اعدادي، وتربوا على ان هو يدي لمصر، مش ياكل مصر، ماشيينها بمصر. نداء حلو قوي قوي، مصر فوق الجميع. ماشي يا عم حلو، وبعدين مصر بيقطع فيها الجميع. انا صعقت ذهلت لما قريت بعض الاسماء. انا مش هقدر اقول اسماء، لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما بال اقوام. والذكي يفهم لما يكون 100 شخصيه سيد الرئيس يطلع بيهم كشف ان دول واخدين نهبين الدوله. منهم 22 حيتان، وتكمله ال 78 بيساعدوا الحيتان والفسده بيساعدوا بعض. اقل اسم فيهم يا جماعه بتكلم عن دوله، ويجي عندي قريته اللي تربى فيها ما بيسالش فيها، هو طلع ونسي اصله ونسي بلده. اقول لكم حاجه، اللي ملوش خير في بلده، اللي ملوش خير في اهله، ملوش خير في مصر ولا اي حد ابدا. فكل راجل اعمال خلي بقى، ساعد بقى الناس محتاجاك الفتره دي، ادي الفاتوره، ما تستغلش الظروف. فبقول تكافل وكرامه شيء جميل لازم يتراجع. المراه المعيله لازم تعامل معامله كويسه، حتى لما تروح تستلم راتبها بتقف في مكان فيه شمس، تنتظر ممكن بالساعه والاثنين والثلاثه والاربع ساعات.
معانا الاستاذ حماد من الفيوم. سلام عليكم يا استاذ حماد. السلام ورحمه الله وبركاته. اسعدتني وشرفتني، اتفضل يا استاذ حماد. اهلا وسهلا، ازاي صح يا فندم؟ الله يسلمك. كل سنه وحضرتك طيب دكتور رمضان. وانت بصحه وسلامه والشعب الفيومي والمصري كله بخير وسلامه. الله يخليك، وبنشكر البرنامج والقناه وبنشكر حضرتك للمجهودات الكبيره اللي سعادتك بتعملها لصالح مصر ولشعب الفيوم بصفه خاصه. الله يعزك يا استاذ حماد. لينا عند حضرتك نداء الى السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. احنا طبعا السيد رئيس الجمهوريه بيقول ان المجاملات في الدوله فساد. تمام. ورئيس الوزراء بيقول ان الاصلاح طلب الاصلاح الاداري. تمام. ومع ذلك ده مش لاقيينه في البنك الزراعي خالص. احنا عندنا هي المشكله فينا يا استاذ حماد، حط لي دي بس على المشكله الاول. المشكله عندنا رئيس، احنا عندنا دكتور رمضان ان عندنا ليه حقوق الموظفين في كازات وفي 20% وفي تسعيه مؤهلات في اي مكان في الدوله. في اي مكان في الدوله؟ في البنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري، بس احدد بس الاول. البنك الزراعي المصري. تمام. وكل الموظفين في البنك رافعين قضايا، والمش لاقيين اي حد من الاداره يقف يتلاشى هذا الموضوع ونقدر ان احنا ناخد حقوقنا. كل موظف رافع قضيتين وثلاثه واربعه على البنك. تمام. ليه؟ احنا قبل كده وقفنا خمس مرات وقفات احتجاجيه ضد رؤساء البنك، ومع ذلك لنفس المشاكل هي بل دلوقتي زادت. عندنا دلوقتي حاجه اسمها مستشارين. المستشارين دول كلهم جايين مجاملات في البنك وما بيعملوش حاجه. تمام. ولا في مستشار بنستفيد منهم، ان كان في واحد ولا اثنين يبقى الباقي كله ما فيش ولا مستشار بنستفيد منه. تمام. عندنا في حاجه اسمها بينتدبوا الناس من بره البنك يشتغلوا في البنك. تمام. اما بتنتدب من بره، طب ما تشغل ابناء العاملين والمتوفيين والناس اللي طالعه عايش. الناس دي تستفيد اكتر من الناس اللي جايه من بره، الناس اللي جايه من بره دي مش محتاجه، انما ابناء العاملين المتوفيين ما هم استاذ حماده تخليني بس اتناقش معاك، ما هو ابناء العاملين يبقى انا خصصتهم ميزتهم عن باقي الشعب. ما هو لا، ما هو ده جزء بسيط يا دكتور رمضان، ده جزء بسيط من الناس اللي بتتعين في البنك، يعني المفروض يفضل برضو الناس زي الحاج عويده كان دايما بيهتم بموظف البنك. تمام. النهارده عندنا كل موظف رافع ثلاث اربع قضيه على البنك، طب ليه؟ احنا هو عايزين ناخد حقنا. استاذ حماد عشان بس الوقت، هو رافع قضيه ليه بس؟ ايه طلباته؟ ايه وعايز ايه من البنك؟ عندنا في اجازات، في عندنا 20% يا دكتور رمضان، وفي عندنا اجازات وفي تسويه مؤهلات. تمام. اللي طالب بيها يقول لك ارفع قضيه وبنخسر القضايا مع ان دي حقوقنا. طيب دي حقوقنا. ايه تاني غير ال 20% وتسويه مؤهلات؟ تسويه مؤهلات، وعندنا علاوه 58 و59 فيها تقييد يقول لك لازم خمس سنين امتياز. يعني ايه خمس سنين امتياز؟ تمام. عندنا حواز مجمعه وحواز لمحه بناخدها اتمنعت كلها بسبب المستشارين واللي جم قبل كده وشلناهم برضو من البنك. وفي حاجه بقى جديده عندنا كمان يا دكتور رمضان، في عندنا شؤون البنك مملوء بالشؤون على مستوى الجمهوريه، شؤون كبيره جدا ومساحات في وسط البلد، ومع ذلك في حاجه شركه زراعيه بتاخد الشؤونه تباعها. طب الموظفين اولى بيها، تديني ابراج ولصالح الموظفين بالبنك بدل ما تتباع. استاذ حماد ايوه انا شاكر ليك طبعا اتصالك، انت بتتكلم على جرح قوي. معانا مين اخر اتصال؟ الاستاذ محمد من البحيره. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. اتفضل حبيبي. حضرتك يا فندم دلوقتي احنا طبعا خريجين كليات تربيه واداب وطبعا خدمه اجتماعيه مدرسين. تمام. فجت الوزاره حضرتك من فتره عملت مسابقه تعاقد مؤقت لمده شهرين. تمام. تمام. وبعدين بعد الشهرين طبعا الناس قالوا ما عندكمش تعيين تاني. تمام. جم عمل مسابقه تانيه والسيد الوزير طلع اتكلم ان احنا عايزين 320,000 معلم وهنبدا 120 معلم. 120,000 معلم. 120,000 نعم. 120,000 حضرتك دلوقتي عملوا مبادره الكترونيه تمام موجوده على النت، فقال لك سجل الاول شهاده الميلاد وشهاده المؤهل وصورة البطاقة. تمام. وقال لك سجل قيد عائلي وفيش جنائي وشهادة صحية وتسجيل نقابة ومراجعة ورق. فحضرتك احنا الفيش لوحده 47 جنيه. تمام. القيد 25 جنيه. تسجيل نقابة 195 جنيه. التسجيل مراجعة ورق 195 جنيه. حوالي 400 جنيه حضرتك دفعناهم من غير ما قالوا لنا أي حاجة. استاذ محمد انا فاهم الملف ده كويس جدا، انا بلتمس العذر لكم كلكم. بدايه انا كل انسان حاول يتواصل معانا النهارده وما قدرش لضيق الوقت انا بعتذر له جدا جدا، لكن صفحه البرنامج مستمره على مدار الاسبوع
ممكن يبعت لنا على التليفون هذا حالا امامكم اي تواصل اي مشكله عامه، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نناقشها. انا بقول للاستاذ محمد من البحيره انت محق قوي قوي في اللي انت بتقوله. السيد معالي الوزير لما كان عندي مسابقات في نهايه العام الماضي وعينتهم شهرين ومشيتهم، ليه عملت مسابقه تانية والناس تدفع فلوس ويتكلف له 1000 جنيه في التوقيت ان انت تاخد 120,000 بس؟ هي ايه العمليه تجاره ولا مش معنى الناس الفقيره دي؟ مش معنى الشباب؟ هو انتوا عايزين تودوا مصر فين يعني؟ الحاجه الثانيه اللي انا باكد عليها قوي قوي، تكافل وكرامه، المراه المعيله، الشباب، الفلاحين، الناس البسطاء هم دول مصر. اسف للاطاله، التقي بحضرتكم الاسبوع القادم، الى ان التقي بكم استودعكم الله الذي يستودع ودعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.